وزارة الداخلية أتمت كافة استعداداتها وإجراءاتها المتعلقة بعيد الفطر المبارك، واكتمال كافة التدابير الأمنية والاحترازية والمرورية اللازمة بهذه المناسبة. كل عام وأنتم جميعا بخير وعيدكم مبارك. حقيقة احنا طبعا توزيعاتنا مثل ما هي واضحة إن شاء الله راح تكون كالمعتاد. بداية راح نبدي طبعا احنا عندنا الأسواق مغطينها تغطية كاملة إلى طبعا من صلاة العيد. انتم لاحظتوا يمكن في صلاة العيد ان كان الانتشار واضح وكثيف، وكان هذا كله للحفاظ على حياة الناس، ومن من عملية اللي هي عملية خلينا نقول نزولهم من السيارات، صعودهم من السيارات، حفاظ على حياتهم من كل المخاطر اللي ممكن يتعرضوا لها أثناء انتقالهم من سياراتهم، المواقف من غيره. الحمد لله التدابير المتخذة في هذا الجانب تهدف إلى تأمين وتوفير التغطية الأمنية والمرورية في المناطق التي تشهد تواجد مكثفا كالأسواق والمجمعات التجارية وحدائق الأطفال وصالات الألعاب والمسارح والأماكن الترفيهية الأخرى. خطتنا في العيد، أنتم عارفين بأن احنا ماشيين على مراحل، المرحلة الأخيرة بالنسبة لنا للاستعدادات الخاصة برمضان والعيد الفطر بالانتشار التواجد في كل المواقع اللي يرتادها المواطنين، وخاصة في هذه الأيام المبهجة واللي فيها فرح وسعادة واللي تزداد أمانة الحركة، سواء كانت بالنسبة للمرور أو بالنسبة لكثافة أعداد المواطنين والمقيمين في المجمعات التجارية، في المطاعم، في الكافتريات، في أيضا الأماكن الترفيهية، في المواقع الحقيقة المختلفة، وخاصة المسرحيات ودور العرض وغيرها. في هناك نوع من الكثافة العالية من المواطنين والمقيمين تتطلب أيضا احترام من قبل أجهزة وزارة الداخلية في التواجد في مثل هذه المواقع. عندنا ترتيبات كاملة مع كل هذه الجهات اللي هي عندها أيضا برامج معينة في العيد، حتى يكون هناك تكثيف ويكون تواجد ويكون هناك أيضا وجود فاعل لرجال الأمن في مثل هذه الأمور. هدفنا أن نزرع الابتسامة إن شاء الله خلال هذه الأيام.